عين عين صاد يقول: شخص مريض في المستشفى جلس فيه فترة من الزمن وأصابته جنابة، لكنه لا يتمكن من الاغتسال وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وجلس على ذلك مدة، فهل تصح صلواته؟ لا تصح صلواته، أولا لأن عنده الماء وهو لم يبين ما هو العذر الذي منعه من استعمال الماء، هل هو مقنع أو لا، وثانيا أنه لم ينوي رفع الحدث الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحدث الأكبر لا ينتفع إلا بنية رفعه، وعلى هذا فإنه يعيد الصلوات التي صلاها على هذه الحالة لعدم صحتها. نعم.